الحقيقة باشرت القوات الأمنية وخصوصا قيادة عمليات بغداد هذا اليوم بإداء الانتخابات البرلمانية الاقتراع الخاص، والحقيقة يعني يمثل هذا اليوم هو نقطة تحول في مسيرة العراق صورة عامة، لأنه إن شاء الله يعني راح يكون المقاتلين اللي أدوا بأصواتهم ينتخبون إن شاء الله الأصلح اللي بهم فائدة للوطن وللشعب العراقي إن شاء الله. اليوم نرسم بأيدينا إن شاء الله مستقبل العراق الزاهر، يشهد العراق استقرار أمني ولله الحمد أفضل من السنوات السابقة، وهذا ما دفع هذه الجموع الغفيرة ليس فقط في الاقتراع الخاص وإنما الاقتراع العام كذلك للمجيء وإدلاء أصواتهم بكل شفافية وكل ديمقراطية، وهذا واجبنا